كيف يعرف الشخص أن الله قبل عباداته؟ لا يعرف هذا أحد، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولكن على الإنسان أن يجتهد في عبادة الله والإخلاص لوجه الله عز وجل وأداء الفرائض والعناية بالنوافل، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي لأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. والحاصل أن الإنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي مقدمة ذلك أداء الفرائض، وأما القبول فهو عند الله سبحانه وتعالى. عليه أن يعتني بأسباب القبول أيضا، لأن يؤدي العبادة على وجهها المشروع الموافق لشريعة الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص فيها، فلا يكون فيها رياء، ولا يكون فيها سمعة، ولا يكون فيها طمع فطلب طمع من مطامع الدنيا. هذه أسباب القبول، هذه أسباب القبول. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.